السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وكاملين بكم على خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم عدلنا لكم طاسطاده كتجي مزيونه بزاف وكتجي غزاله، وقلت نشارك معكم الوصفه. وكتجي هشيشه ومزيونه احسن ديال المحلات. انتم كيفاش كتشوفوا؟ شوفوا في التقطيع ديالها كيف كتجي غزاله واعره بزاف، وكنصحكم بها انكم اذا بغيتوا تعدلوها هيدا الفطور لوليداتكم او للشيشيوه. ومن ناحيه الشيشيوه درنا نخليها لكم في صندوق الوصف او لا في موقع ديال التعليقات من غنعدلها انا غنزلوها لكم. والمقادير اللي كنحتاجو، كنحتاجو كاس ونص ديال الحليب دافئ، مغروفه ديال السكر، شتيتو ديال الملح، ومغروفه كبيره ديال الخميره الخبز، وواحد بيضه. وكنبقاو نخلطو على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. وكنعملو جوج ديال المغارف ديال الطحين، وكنخليوها تخمر المده ديال 10 دقائق. من بعد ما خمرات هانتوما كيفاش كتشوفوا على هذا الشكل هذا، كترجع كنزيدوا عليها 3 ديال الكيسان ديال الطحين. وبالناحيه ديال الطحين نتوما مرفدات لكم يعني على حسب ما هزت لكم ديال الطحين، ماشي بالضروره تعملوا 3 كيسان بالضبط، حيت انا تقريبا درت 3 كيسان ونص. من بعد ما كنعجنوها كنعملوا لها واحد جوج ديال المغارف ديال الزبده، وكنبقاو نعركوها باليد على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. ومن بعد ما كنعركوها مزيان عاوتاني كندهنوا يدنا بالزيت، وكنبقاو نعركوها مده ديال 10 دقائق على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. ودابا غنخليوها تخمر المده ديال ساعه ونص على حسب حراره ديال المطبخ. الحق انا عملناها حنايا في الفران ودتنا غير نص ساعه، حقيقه كان فرن بارد راه كتعطل ساعه ونص. وها هي من بعد ما خمرت كترجع على هذا الشكل هذا دابا. وهذه هي الطاوله اللي غنحتاجو. ودابا كنطلقوها على هذا الشكل هذا بمطلق بشويش ديال الطحين، وكنبقاو نتنيوها هيدا. ودابا جبرتونا كنتنيوها على هذا الشكل هذا، وغنعملوها في المول ديالنا، وغنخليوها ترتاح واحد المده ديال جوج ساعات. وهذا الشكل ديالها من بعد ما كتخمر، شوفوا كيفاش طلعت تبارك الله، كتطلع غزاله واعره بزاف، كتجي رائعه. وها هي من بعد ما خرجناها من الفران كيف كتجي، كتجي مزيونه وغزاله
وكتجي لذيذه بزاف. ودابا نشارك معكم واحد الوصفه ديالها ديال الماكله، مي كتعدلها اذا في الماكله ودكشي. وبالمناسبه هذه اختي هي اللي كتعدلها وانا كنصورها، من تشوفوا شي شهيوه بحال هيدا والاورانج كيبان عرفوا انا عند اختي الكوزينه ديال اختي. وبغينا نشارك معكم الوصفه، وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو. وشكرا على المتابعه، وشكرا للبنات كاملين اللي دخلوا عندي جدادين، مرحبا والف مرحبا، وباي باي عليكم، سلامه.